السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم لك الحمد بعدد قطر الامطار ولك الحمد بعدد ورق الاشجار ولك الحمد بعدد من امسى عليه الليل واصبح عليه النهار اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله واليك يرجع الامر كله علانيته وسره اصبحت ضيف الله في دار الرضا وعلى الكريم كرامه الضيفان تعفو الملوك عن النزيل بساحهم كيف النزول بساحة الرحمن أحبائي ومشاهدينا الكرام أسعد بحضراتكم وأولى حلقات برنامج ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أولاً تعالوا نتعرف في هذا البرنامج على النبي صلى الله عليه وسلم من هو؟ النبي هو محمداً ابن عبد الله ابن عبد المطلب وكنيته أبو القاسم رضي الله عنه. وكان يلقب في مكه بقبل بعثته نبيا بالصادق الامين فكانوا يسمون النبي صادقا حتى انهم كان اهل مكه يدعون عنده الودائع والامانات ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا قالوا عنه كاهن وقالوا عنه ساحر وقالوا عنه كذاب وقالوا مجنون وازدجر ألقي, ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر فنزل قول المولى عز وجل وهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم الأميين يعني أغلب الناس إلا من رحم ربي يعتقد أن النبي الأمي يعني الغير متعلم لا الأمي وهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم الأميين نسبة إلى أم القرى وهي مكة المقر وهي مكة المكرمة يعني وهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يعني المولى عز وجل تفضل علينا بإرسال النبي من من أم القرى ومن أهل مكة طيب المتأمل لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين 12 من ربيع الأول عام الفيل شوف النظام في حياة النبي النبي ولد الاثنين وتوفي الاثنين وبعث نبيا يوم الاثنين وهاجر من مكة إلى المدينة يوم الاثنين هاجر من مكة يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين يوم الاثنين أيضا نظام لماذا كل هذا النظام في حياة النبي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الدعاء ويقول: اللهم تول أمرنا. وروت أم النبي صلى الله عليه وسلم السيدة آمنة أنها لما كانت حاملا فيه قالت: رأيت نورا يخرج من ظهري، طبعا وهي حامل في النبي رأت في منامها كأن نورا يخرج منها أضاءت له حدود بصرى أول قصور الشام. والعجيب أن بصر هذه في بلاد الشام أو أول حدود الشام هي أول بلد آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد بعد دعوة النبي إلى الإسلام وأول رشفة لبن للنبي صلى الله عليه وسلم كانت من جارية لعمه أبو لهب وكانت تسمى ثويبة أول رشفة لبن للنبي كانت من جارية اعلانا للعالم كله ان هذا النبي سيحرر العبيد بل سيجعل من العبيد سادات وقادات يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على اعجمي الا بالتقوى والعمل الصالح وفي الرابعه من عمره اتاه ملكان فشق صدره واخرج حظ الدنيا من قلبه ثم أعاد الملكان قلبه إلى صدره ثانية مشاهدين الكرام توفيت أم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الخامسة أو السادسة من عمره وكفله بعدها عمه أبو طالب وعبد المطلب بعد ذلك جده صلى الله عليه وسلم يقول المولى عز وجل فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى للنبي قسوة قلبه فأشار عليه النبي امسح بيدك على راس اليتيم. مشاهدينا الكرام المتامل لسير الانبياء يجد ان جميع المرسلين عاشوا ايتاما او عاشوا في غير مواطن غير مواطن ابائهم فادم عليه السلام ولد بلا اب ولا ام وابراهيم عليه السلام بعدما هجره ابوه ورمي في نار النمروز عريانا قال لئن لم تنتهي يا ابراهيم لأرجمنك واهجرني مليا، ويوسف عليه السلام عاش في مصر بعيدا عن أبوه أربعين عاما، وكان يوسف يتيم الأم، وكان يحظى برعاية عمته فائقة، وعيسى عليه السلام ولد بلا أب، وموسى عليه السلام تربى في قصر الفرعون بعيدا عن أمه وبعيدا عن أبوه. واسماعيل عليه السلام نشا في واد غير ذي زرع بعيدا عن ابوه ومحمدا صلى الله عليه وسلم ولد يتيم الاب وماتت امه وهو في السادسه من عمره محمدا في السادسه من عمره ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفلا مع امه امنه بنت وهب والسيده بركه الحبشيه ذهب هو وامه والسيده بركه الحبشيه ام ايمن الى زياره قبر ابيه في المدينه وهما في الطريق عائدين شكت امنه وجعا امنه لا تريد ان تموت حتى لا تترك اليتيم وحده والنبي صلى الله والمولى عز وجل يريد ان تموت حتى يتملك ويتبنى هو اليتيم هل غير اليتم شيئا في طفوله النبي لا والله هل غيرت المقادير شيئا في حياه الصالحين لا والله كل يتيم عظيم مشاهدينا الكرام طفل ماتت امه وتزوج ابيه باخرى فقال الاب لطفله يا بني ايهما افضل امك الجديده ام امك القديمه فقال الطفل لابيه لقد كانت امي القديمه كاذبه طبعا الطفل براءة الأطفال في عينيه، طفل مات وتزوج أبيه بأخرى، يا بني أيهما أفضل أمك الجديدة أم أمك القديمة؟ فقال الطفل لقد كانت أمي القديمة كاذبة، بهت الأب احتار كيف يا بني؟ فقال الطفل لقد كانت أمي القديمة تقول لي لئن لم تكف عن صراخك لي وعنادك لي سأتركك جائعا وما هي إلا دقائق إلا وتخرج باحثة عني بين الأزقة فتحضرني للبيت وتطعمني أما أم الجديدة فستقول لي سأتركك جائعا وها أنا ذا جائعا منذ يومين مشاهدين الكرام عاد النبي وأمه والسيدة أم أيمن بركة الحبشية وفي الطريق غارت النجوم وهدأت العيون ولم تسمع الا اسودا تزمجر وكلابا تنبح في الصحراء المدينه فشكت امنه وجعا وحين ذاك ماتت ماتت امنه ام النبي صلى الله عليه وسلم القدر رفرف عليها هي لا تريد ان تموت حتى لا تترك محمدا وحده وحين ذلك ماتت امنه بنت الخامسه والعشرين من عمرها اصعب احساس في الدنيا احساس اليتم، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما يبكي اليتيم ينادي المولى عز وجل ويقول: يا جبريل من ذا الذي ابكى هذا الذي استودعت اباه تحت الثرى، وعزتي وجلالي لاكتبن لمن مسح بيديه على شعر اليتيم بكل شعره حسنه ماتت امنه. والنبي صلى الله عليه وسلم محمدا الوليد ابن السادسة من عمره أراد أن يكرم السيدة أم أيمن بركة الحبشية ويقول لها يا أمي أنت أمي بعد أمي طبعا الإحساس باليوتب ده إحساس يعني أشد إحساسا وعاد محمدا مع أم أيمن بركة الحبشية عاد إلى عمه أبي طالب وبعد ذلك جده عبد المطلب السيده حليمه السعديه مرضعه النبي كانت تقول ليس لنا مصباح في الليالي المظلمه الا وجه النبي شايف النبي صلى الله عليه وسلم كان بين الناس رجلا وكان بين الرجال بطلا وكان بين الابطال مثلا يحتذى به وبعد ذلك من, من حياه النبي طبعا بعدما ماتت ام النبي كفله جده عبد المطلب وبعدما مات عبد المطلب كفله عمه ابو طالب اعزائي المشاهدين وفي الختام اتوجه بالدعاء اللهم يا اكرم من سئل ويا اجود من اعطى يا كريم العطاء يا سميع النداء يا مجيب الرجاء يا رب الارض والسماء اللهم يا اعدل من حكم ويا حسيب من ظلم اللهم اغفر لابائنا اللهم ارحمهم كما رحمونا، اللهم اكرمهم كما اكرمونا، اعزائي المشاهدين، مشاهدي قناه الصحه والجمال، لا يسعني في برنامجي ليله في بيت النبي الا ان اتوجه بالشكر الى حضراتكم، واسعد بحضراتكم في حلقه قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.